ويا مساء الخيرات، مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. إن شاء الله يا رب وانتو بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحة وعافية. اشتيت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو اليوم كتير حلو، رح نحضر مع بعض الكبة المقلية مثل ما بيقولوا من الألف للياء. رح فرجيكم طريقة تحضيرها وقلية وتفريزها. يلا حطوا لي لايك وخلونا نشوف الفيديو مع بعض. هلأ لتحضير الكبة لازم نستخدم برغل وسط. شوفوا دائما بتسألوني على البرغل، فحبيت أوضح لكم بهذا الفيديو البرغل. شفتوا في البرغل الخشن هذا للمجدرة، والبرغل الناعم يلي عندي هذا تبع التبولة، والكبة بتتساوى بالبرغل اللي بيكون مثلا مقاسه وسط. بس هالمرة ما لقيت معلب يعني انه يكون بكياس وهيك، فجايب لي يا جوزي بالكيلو، يعني موجود بالمحل بالكيلو. هذا هو البرغل الوسط تبع الكبة. شوفوا شقد بيفرق عن البرغل الناعم تبع التبولة، وطبعا بيفرق عن البرغل الخشين. هلأ أنا حسيت هالمرة البرغل أخشن من كل مرة، بما أنه ماني جايبة نفس النوعية حسيت هيك البرغل شوي خشين، بس يعني ما بيأثر، بالعكس أنه أحسن ما يكون كتير ناعم وتطلع الكبة كتير طرية. فمثل ما شفتوا هلأ هون تقريبا أنا حطيت كيلو برغل وشوي، وبدي بقى جهز البرغل لحتى انقعه، وبعدين بدي روح جهز اللحمة. هلأ مثل ما شفتوا حطيت البرغل، حطيت له بصلة وملح وفليفلة وكمون، بس هدول البهارات يلي بضيفها. هلأ على فكرة الفيديو الكبة يمكن نزلته انا من 3 شهور ودائما بتجيني تعليقات عليه، فحبيت هالمرة هيك اعمل الفيديو خاص بس للكبة. مثل ما شفتوا انا قلت لكم بشتغل يعني على النظر، بتحبوا البرغل تغمروه بالمي وتصفوا المي عنه، بتحبوا هيك مثلي تحطوا وتحركوا لحتى تحسوا البرغل كلياتهم بلمعاكم. فكنت عم بحكي لكم انه لما هديك المره حطيت للكبه كمون، في صبايا قالوا لي انه ما بينحط للكبه كمون، بعدين بس لشوي ما بحطوا للكبه كمون. ما بعرف، نحن كل انواع الكبه المشويه المقليه اللبنيه الصينيه بنحط لها كمون، كمون وبصل يعني هدول اساسيات. الفليفله للكبه اللي بدنا نطبخها باللبن ما بنحط لها. هلا مثل ما بتعرفوا انا الكبه يلي بعملها بخبز، هيك مثل ما بيقولوا كبه اقتصاديه، وبنفس الوقت بتطلع معاكم مقرمشه وبتشهي القلب. وكمان مرة لما قلت لكم اني بعملها بخبز وبفرزها قالوا لي ما بتنقل اللي بخبز، لازم تقليها فورا. لا ما بيأثر ابدا ابدا. ان شاء الله هيك بالفيديوهات الجاية بفرجيكم شلون رح نقليها ورح تطلع معنا بتشهي القلب. هلأ انا حطيت تقريبا كيلو وشوي برغل، حطيت له رغيف ونص خبز، عندي خبز بايت فتحته بالصينية ونشفته قبل بيوم، وبعدين شفته كسرته حطيته فوق البرغل، ورجعت كمان بليته بالمي لحتى كمان الخبز يترطب معانا. حسيت الملح شوي قليل رجعت رشيت له رشة ملح. هلأ حركتهم مع بعض وتركتهم هيك 10 دقايق ربع ساعة لحتى هيك البرغل والخبز يتشتشوا، وبعدين بدي افرمهم على الماكينة. وبهذا الوقت قلت بدي احضر الحشوة، على بين ما افرم البرغل بتكون استوت الحشوة وهيك بردت شوي. هلا مثل ما شفتوا انا حطيت اللحمه وبلشت اقليها، وبدي افرم لها بصل، وبس تستوي رح احط لها الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات. انا ما بحب ضيف الملح للحمه باول التقلية، بتحسوا بتطالع المي تبعيتها كلياتها، وجربوا هاي الطريقه وشوفوا شلون هيك اللحمه بتتقلى معاكم وما بتطالع المي. هلا في ناس بتحط للكبه المقليه بقدونس، في ناس بتحب تحط لها دبس رمان، في ناس بتحط لها مثلا بهارات تانية، انا ما بحط لها شيء ابدا ابدا. حتى المكسرات يعني هي اصول الكبة المقلية بالفستق والصنوبر. والصنوبر والله من زمان ماني جايبته، والفستق شفته هذيك المرة رحت وما لقيت، فخلص يعني مو مشكلة. وعلى فكرة انا بحس المكسرات طيبة بالكبة اذا بدكم تعملوها وتقلوها وتاكلوها، بينما اذا بدها تتفرز ما بعرف بتحس المكسرات شوي بتطرى. بعدين متفقنا من البداية اليوم عم نعمل كبة اقتصادية بدون هبرة، فخلص خلوها بدون هبرة وبدون مكسرات.
وهلأ هون جيت بدي أفرم الكبة على ماكينة الكبة. تقريبا أنا تركتها والله أقل من ربع ساعة، يمكن 10 دقايق، وبلشت أفرم فيها. هلأ مثل ما فرجيتكم عملتها على المصفاية المقاسة وسط. دايما بتسألوني على أي مصفاية بتعمليها، على المصفاية المقاسة وسط. بتعرفوا انتو ماكينة الكبة بيجي معاها 3 مصافي، وحدة ناعمة وحدة وسط ووحدة خشنة، على الوسط بعملها دورين. هلا هون خلصت، نظفت قلب الماكينة وحطيت قالب الكبة لحتى بقى هلا ندعك الكبة ونبلش بتسويتها على هذا القالب. هلا تشكيل الكبة المقلية سبحان الله بيختلف من بيت لبيت. في ناس يعني او اغلب الناس بالاحرى صارت كلها تحفرها حفر وبيسووا الكبة المقلوسة، يعني ما بعرف، انا لسه محافظة على العادات والتقاليد وبعمل الكبة المقلية بهذا الشكل. يعني بحس الكبة المقلية طيبتها تكون حباية الكبة رقيقة وعم تقروش، بينما الكبة اللي بدنا نحفرها على ايدنا يعني شقد من حفرناها ما رح تطلع مثل هاي الكبة. فما بعرف، انا بحب اسويها على ماكينة الكبة. هلا يلي بيسألوني انه الكبة بتتساوى بدون ماكينة الكبة على محضرة الطعام، والله للأمانة أنا ما جربتها يعني، بس بشوف كتير ناس وكتير فيديوهات بيسووا على محضرة الطعام، يعني نفس المراحل يلي أنا ساويتها، بعدين بحطوا شوي شوي وبيفرموا البرغول. وكمان يلي بيسألني تحضير الكبة بدون ماكينة، كمان للأمانة أنا ما جربتها يعني صراحة، بس كتير صعبة إني أدعك البرغول ولحتى هيك تلم معاي العجينة وساويها، فكمان والله ما جربت. بس يعني نصيحة، إذا بدكم تعملوا كبة بدون ماكينة جيبوا البرغل الناعم، يعني هذا يمكن ما بياخد معاكم وقت كتير لحتى هيك يتشتش ويتم معاكم الكبة. هلأ مثل ما شفتوا أنا بعد ما فرمت البرغل دورين أخدت شوي منه وبلشت أدعكه. هلا وقت الدعك شفتوا بس انه رشلها هيك مي، يعني مثل ما بيقولوا بخبخه، وادعك فيها لحتى تلم معاي وهيك تبطل العجينه مشقشقه. والحمد لله رب العالمين، يعني شوفت عينكم شقد كانت هيك العجينه دبقه وما احلاها، والحمد لله يعني انه طلع البرغل كويس. بينما بتحسوا احيانا بيجيكم البرغل بتدعكوا فيه وبتدعكوا فيه، بتتم العجينه هيك فرطه وما بتلم معاكم. بس اذا كانت هيك دبقة وجمعت على بعضها معناها هون البرغل كويس. شفتوا انا بعد ما دعكتها قطعتها قطع صغيرة وساويتها على قالب الكبة بهذا الشكل. والمقاس انتو بتتحكموا فيه، بتكون حبة الكبة كبيرة بتكون ياها صغيرة، على حسب المقاس اللي بتكون ياه بتقطعوا حبة الكبة. هلأ هون جبتهم وبلشت سكرهم من اول طرف لحتى نحشيهم، وبعدين نرجع نسكرهم من الطرف الثاني. هلا التسكير مثل ما لكم شايفين بامكانكم تساوون على هذا القالب او هاي العصاية المخصصة لتسكير الكبة، او تساوون على ايدكم، يعني هي مجرد انكم تبلوا ايدكم بالماء وتحطوا حبة الكبة وتضغطوا عليها هيك، يعني تجميع على بعضها لحتى تسكر معاكم. هلا هذا كمان قالب الكبة، العصاية تبع التسكير، كتير سألتوني منين جايبته، والله يعني يا انه جايبته من سوريا يا انه جايبتها من محلات المنتجات السورية بالسعودية، يعني تقريبا صار لعندي فترة كتير طويلة وماني متذكرة بالضبط منين جبتها. هلأ هون سكرت اول كمية وبلشت لحتى احشيهم. شفتوا هون اللحمة استوت وصارت ما احلاها، حطيت لنا ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبلشت احشي حبات الكبة. هلأ هاي الكبة انا ساويتها يوم الاحد. بالعادة لما بدي ساوي مثلا أكلة كبيرة أو كبة أو شي بجهزهم يوم السبت لحتى يكونوا جاهزين يوم الأحد، بس هالمرة جوزي قال لي إنه عنده شغل فمداوم يوم الأحد، فقلت لحالي وإنه بنتي معطي وأنا حاطة ببالي إني ساوي الكبة وفرز منها، فقلت يلا فرصة نستغل هذا اليوم، هو بنتسلى مع بعض بشغل الكبة وهو بتساعدني. فوالله طلعت اللحمة من المسا يعني من الفريزر وحطيتها على الرخامات، قلت الصبح في قبل اي فاكهة. فمن عندي اللي فقت الصبح حتى والله ما تأخرنا بالنوم، بالعادة يوم العطلة بنتأخر اكتر من هيك. عملت قهوة، شربنا قهوة هيك انا وبنتي على السريع، قلت لها انتي ضبط بغرف النوم وكنسي وانا بقى ببلش بتحضير الكبة، ولما بيصير الشغل بتجي بتساعديني.
حتى ما شاء الله يعني كمية اللحمة يعني عملت كتير. يعني بالعادة أنا إذا بدي فرز ما بعمل كل هالكمية، يعني بتعرفوا برمضان إيش قد الواحد بده يعمل يعني على وجبة العشاء، بما إنه بيكون في أصناف كتيرة على السفرة فبتكون الوجبة الرئيسية يعني قليلة. فقلت لحالي بزود الكمية بنتعشى منها وبنفس الوقت بقليها وفرجيكم ياها شلون بتطلع، والباقي بضبه بالفريزر. والحمد لله رب العالمين، هيك كانت شغلة هالكبة ميسرة. دائما بقلكن الشغلة همها أكبر منها، خاصة الكبة. يعني أنا ما كنت أكلي هم التفريزات كلياتهم على قد هيك هم الكبة. ما بعرف بتحسوا إنه إلها عجقة وماكينة وهيك، وإلا شغلة، وخاصة بحس أنا هاي الكبة المقلية شغلة بيكون كتير سريع. مثل ما شفتوا هلأ خلصت أول وجبة وبلشت بالوجبة التانية. مثل ما شفتوا يعني باخد كمية من البرغول وبحط له شوية مي وبدعكه يعني شوي شوي لحتى ما انه تعجن معاكم وتصير مثل العجينة. لا نحن بدنا اياها هيك تلم معانا، وبنفس الوقت يعني تتم محافظة على قوامها انه كبة ما تصير انه هيك بين ايدينا عجينة. وهلأ هون رجعت كمان قطعتها ورجعت شكلها بنفس الشكل، بتلكم المقاس انتو تتحكموا فيه. ان شاء الله يا رب يكون هذا الفيديو هيك فيه كل شيء واضح. حبيت احكي لكم ادق التفاصيل يلي بتكون موجوده بالكبه. قلت لكم انا اخر فيديو نزلته يمكن الكبه اللبنيه يمكن من شهر شهر ونص، ولهلا والله بتجيني عليه تعليقات على نوع البرغل وعلى شلون ساويتيه وايش حطيتي بخلطه الكبه. فسويت لكم هذا الفيديو بالتفصيل الممل، يعني اذا كنتوا شاطرات وبتعرفوا تعملوا كبة ما في داعي تشوفوا هذا الفيديو. لا حابين تتعلموا بتمنى تشوفوا وتستفيدوا منه. وهلأ هون اجت بقى بنتي تساعدني بشغل الكبة. شفتوا انا سكر لها الكباية من اول طرف وهي تحط لي الحشوة بقلبها وارجع اسكرها، وهيك بتلاقوا عن جد حبة ورا حبة ما حسينا بالوقت. يعني هلا تقريبا هي اخدت معانا شغل الكبة ساعة ونص كنا مخلصينها. سبحان الله لما بيكون في حدا هيك عم يسليكم وانتو عم تشتغلوا ما بتحسوا بالوقت، يعني هو بيساعدكم وهو بيسليكم. مثل مثلا لما بتكونوا عم تشتغلوا بالبيت وبتضبوا وبترتبوا وعم تحكوا مع حدا، بتخلصوا البيت كلياته وانتو متسلين بالمكالمة. وهي اليوم هيك صار فيني انه عم نتسلى انا وبنتي بالحكي وهيك، فما شاء الله خلصت كمية الكبة. شوفوا ما شاء الله شلون طلعت حبات الكبة ما احلاهم. هلا اول شي انا عملتهم حسيت الحبات شوي كبار، قلت خليني صغرهم اكتر من هيك. هلا بالعادة لما انا بدي اعملها واقليها بنفس اليوم صراحة بعمل لسه الحبة اكبر من هيك، بقول بدي اشتغل واشتغل خليني ساوية كبيرة هيك بخلص شغل اسرع، يعني بتاخد انه كمية برغل اكتر وكمية حشوة اكتر. فلا هلا هالمرة ساويتهم هيك شوية صغار. شايفين لما بتكون عجينة الكبة طرية ودبقة وناجحة معاكم شلون بيكون شغل الكبة اش قد سهل وسريع؟ يعني الحمد لله رب العالمين ولا حبة كبة فسخت معاي وانا عم بشتغل. طبعا هذا السبب الاساسي للكبة لنجاح الكبة هو البرغول، انه شايفين وقت اللي ادعك شلون تلم، وقت اللي اجي سكرها يعني مجرد هيك رطب ايدي بالماي وجمع على بعضها تسكر معاي. هلا هون خلصنا الكبة كلياتها وزاد عندي هذا البرغل شوي، يعني ما زاد عندي شي تاني. قلت هلا بحطه بكيس وبضبه بالفريزر، وان شاء الله هيك بعد فترة رح ارجع ساوي كبة لبنية، بس كمان ما رح ساوي كمية كبيرة، يعني رح ساوي وجبة ليوم واحد برمضان ان شاء الله. الله يا رب يبلغنا واياكم لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا بعد ما خلصنا شغل الكبة بتحسوا كل شي عندكم جلي بالمطبخ طلع من وين ما بتعرفوا. هلا قبل ما نبلش بالكبة ما كان عنا جلي ابدا ابدا، حتى فناجين القهوة اللي شربناهم جليناهم، لاني عرفانين الجلي اللي بيطلع بعد الكبة بيكون هيك كوم كوم. فاول شي شفتوا فضيت الماكينة ونظفتها، نقعت لها الغراض تبعيتها بالماي، قلت هيك عشان لبين ما اجلي يكونوا نطفوا. مسحت الماكينة وضبيتها، قلت خليني هيك نظف المكان
واجلي الجليات وهيك بيرجع المطبخ مثل الفلة. شفتوا ما شاء الله شقد طلعت كمية الكبة، طلعت عندي الصينية الكبيرة وثلاث صواني صغار. هلا على بين ما نخلط هيك جلي الجليات ونضب المطبخ، بدي جاوب على الاسئله يلي سالتوني اياها بطبخه المغربيه. هلا تقريبا يمكن 70% من التعليقات اللي اجتني ما بيعرفوا المغربيه، او في كتير ناس بيعرفوها بس ما بيطبخوها، وهي كمان الاكله بتحسوها شوي قديمه فما كتير ناس بيطبخوها. هلا كمان سالتوني هي الطبخه او الاكله هي بقوليات ولا عجين. هلا هي الاغلب فيها يعني عجين. هلا هي الاساس لانه يساووها للمغربيه هي برغل الخشن بيحطوه وبيحطوا فوقه طحين وبيرشوا له مي وملح وبيلفوه، مو بيلفوه، في لها اسم ثاني لحتى تصير معاهم هدول الكرات الصغيره بيفتلوه، اسمها فتله المغربيه. يعني هي لها طريقه للتشكيل. فهلا انا بعرف الطريقه اليدويه بس ما بعرف اذا هلا يعني اكيد هي المغربيه اللي بيسووها هي شغل مصانع. قلت لكم هي بتكون يعني ميبسه، بس شلون ميبسه والله ما بعرف، يعني ما عندي معلومات عن شلون بتتيبس هي الاكله. فهي الاساس تبعها مثل ما قلت لكم برغل وطحين. هلا هون شفتوا خلصنا المطبخ وجليت الجليات صار مثل الفلة. الوجبة اللي بدي اقليها تركتها، غلفتها بكيس وتركتها، والباقي حطيته بالفريزر لحتى هيك يتلج معانا ان شاء الله. هيك بكرة من هيك بس من تلج منيح بضبهم بكياس وبحطهم بالفريزر. هلأ هون قلت لكم اليوم احد اكلنا سندويشات هيك عسكرية قبل ما نبلش بشغل الكبة، وهون لسه خلصنا وكل شيء ولسه جوزي ما اجى من الشغل، فقلت خليني هيك نعمل شيء نشربه ونقعد ناخد استراحة. هلأ كمان سألتوني في صبية قالت لي انه جاوبيني بالفيديو الجاي، ولادك حبوا المغربية ولا ما حبوها؟ ايش تتوقعوا، حبوها ولا ما حبوها؟ والله حبوها وحبوها كتير، وعلى فكرة رجعوا طلبوها اني ارجع اطبخها مرة تانية. لما هيك مثلا بساوي طبخة جديدة بقول لهم شلون يعني مكررة ولا لا، على حسب بقى. هالمرة قالوا لي ايه لا انه عن جد كتير طيبة. قلت لكم يعني انا يعني هون اكيد ماني عملت يعني من تركيا تقريبا من 6 سنين 7 سنين، فحبوها كتير كتير. وعلى فكرة المرقة اللي عملتها جنبها، مو مرقة، اليخني اللي عملتها جنبها، شفتوا انا ما كترت الكمية، قلت بيجوز ما يحبوا يعني بصل وهيك، فبالعكس كتير حبوها وقالوا لي انه لما بتعملي لناها مرة تانية كتري الكمية الشوربة على اولتون انه جنب المغربية. ابني الصغير قال كنت عم بحكي مع اهلي فصاروا يسألوني انه ايش بدك تطبخي وهيك، فقال له الماما عملت لنا اكلة مغربية. قلت له لك لا ما اسمها اكلة مغربية، اسمها مغربية. فقال لي والله انا على بالي انه الاكلة مغربية. قلت له لا. هلأ هون بلشت اقلي الكبة. دائما لقلي الكبة بده يكون الزيت غزير وحامي، بس ما يكون يعني حامي كتير انه نحرق الكبة وما تستوي معانا وتطلع مقرمشة. مثل ما شفتوا انا حط بالوجبة تقريبا 7 حبات 8 حبات على حسب حجم القلاية اللي عم تقلو فيها، ولحتى تطلع معاكم الكبة هيك متحمرة لازم تستمروا بالتحريك. شايفين شلون حركت؟ يعني هلا هي اول دقيقتين اول دقيقه بتحطوها ما تحركوها لحتى هيك تمسك على بعضها بالزيت، وبعدين بتبلشوا تحركوها. شوفوا شلون طالع ما شاء الله اللون والطعمه والقرمشه بتشهي القلب. هلا وقت اللي كنت بالسعودية كنا عم نحكي انا وامي ومرت اخوي عن الكبة المقلية وانه شلون بتقرمش وشلون ما بتقرمش، فصار يقولوا لي انه اخر فترة هن الكبة اذا عملوها مثلا مثل هلا انا تازة
واجوا بدهم يقلوها عم تطلع معاهم طرية، فصاروا يحطوها هيك ساعتين ثلاثة بالفريزر وبعدين يطلعوها يقلوها، قال بتطلع معاهم مقرمشة. قلت لهم والله انا مثل ما هي بعملها وبقليها وبتطلع بتشهي القلب، يعني شوفت عينكم هون حبيت افتح لكم حبة بس وهيك كسرها قدامكم لحتى فرجيكم القرمشة، بس مو عبقلي وهيك، فصوت الزيت ما كان طالع صوت القرمشة. بس هلأ هون رح افتح لكم قرص كبة بس فرجيكم شلون الكبه مستويه من جوا ومن برا، وبنفس الوقت عن جد يعني من صوتها مبينش قد مقرمشه. وهيك بكون عملت معاكم الكبه المقليه من الالف للياء، من نوع البرغل لطريقه التحضير لطريقه القلي. ان شاء الله يا رب هيك كل الصبايا اللي كتبوا لي يستفيدوا من هذا الفيديو. شوفوا هون الكبه، هلا هون هي خلصت قلي الكبة وجهزت شوية سلطة وصار غدانا جاهز. الله يا رب يدوم علينا هالنعم ويحفظها من الزوال. يلا واستنوني بالفيديوهات الجاية ان شاء الله، رح احضر معاكم مثل ما قلت لكم الكبة اللبنية. هلا الكبة المشوية ما بعرف اذا بدي ساوي او لا، للامانة انا ولا مرة مساوية كبة مشوية ومفرستها بالفريزة، يعني بساوية ومنشوية انه بس بحطها مثلا ليلة واحدة بالتلاجة بالبراد يعني وتاني نهار منشوية، بس انه هيك ساوية وحطها بالفريزة وبعدين طالعة ما جربت. فاذا مجربين وناجحة معاكم يلا كتبولي لحتى هيك نساوي كمان كبة مشوية، بما انه بدي ساوي الكبة اللبنية كمية قليلة فمنساويهم مع بعض. كتبولي انه بتساووها وبتطلعوها بتشوها ما بتفسخ معاكم لحتى هيك اتجرأ وساويها. هلا هي هون هيك تاني نهار الكبه اتجمدت كلها معانا، بدي طالعها وعبيها بالاكياس وارجع رجعها على الفريزر. وان شاء الله اذا رب العالمين هيك احيانا بفرجيكم شلون طريقه قليا بعد التفريز برمضان باذن الله. وهلأ هيك بكون خلصت معاكم تفريز الكبة المقلية. بتمنى منكم يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي، وبلكون استنوني فيديوهات جديدة وطبخات جديدة وتفريزات جديدة. واذا كنتوا من اصدقائنا بالقناة فعم بستنى رأيكم بفيديو اليوم. يلا حطولي لايكات وكترولي التعليقات، خليلي قلكن انا ربي ما يحرمني منكم ومن كلامكم الحلو. هلأ طبعا بعد هذا الشغل وهيك الواحد فايق اليوم ومخلص كل شغلاته والبيت نظيف هيك مثل الفلة، لازم بقى الواحد يكافئ حاله بفنجان قهوة بكاسة نسكافيه المشروب اللي بيحبه. انا اليوم هيك اجى على بالي غير شوي فعملت مثل ما شفتوا فنجان اكسبريسو، قلت خليني بقى اروح اشربه وهيك اقعد شوي وبعدين نقوم نجدد نشاطنا لليوم الجديد. ولهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته، ان شاء الله بشوفكم فيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات بال.